أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في مشهد ولا أروع. لأول مرة شاب تونسي يرفع علم فلسطين على طريقته الخاصة بإبداع وتألق في ساحة كأس العالم قطر 2022 أثناء مباراة تونس وفرنسا. فضل المشجع التونسي أن يحمل علم فلسطين أفضل من حمل علم بلاده، وهذا لأنه يحب فلسطين مثلما يحب بلاده بالضبط، ويهدي إليها فوز منتخب تونس على المنتخب الفرنسي في إحدى مفاجآت كأس العالم. ولكن للأسف لم يصعد المنتخب التونسي وحل في المركز الثالث، وصعدت فرنسا وأستراليا بالمركز الأول والثاني. ألف مبروك للمنتخب التونسي على المباراة الرائعة التي قدمها اليوم أمام فرنسا. كنا نتمنى أن يواصل في كأس العالم، ولكن قدمتم أداء مشرف ولا أروع، فخر لكل الوطن العربي وقارة إفريقيا. عاشت تونس وعاش شعب فلسطين الغالي الحبيب. وبالطبع كما تشاهدون تم القبض على المشجع التونسي لأنه اقتحم الملعب، وهذا ما يحدث مع أي شخص يحاول اقتحام أي ملعب في أي دولة بالعالم.